صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بفقرة رياضية جديدة. معكم روان، حأكون مدربتكم لليوم، وحتشاركني اليوم كمان كوتش لينا. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ تمام، كيف أنت؟ أوكي، اليوم رح نعمل تمرين تحمل، رح نزيد تحمل عنا، رح نزيد الشدة. تمارين بالأوزان بتعتمد على التحمل، ورح نعمل شيبينج للجسم والجزء السفلي من الجسم. رح تكون معاي لينا وتبلش معاي بأول تراك بالبار. رح ننزل شوي شوي لتحت، نتني الركب، نطلع نحمل البار على الكتاف ونبلش. حنبلش اول تمرين للعضله الرباعيه، تفضلي لينا. اهم شيء البار يكون مش على الرقبه، على الظهر بالضبط. رح نبلش ناخذ ست بوزيشن، ركبنا تحت الهبس، رح ننزل تو داون تو اب اجين، كمان تنتين لتحت تنتين لفوق. اهم شيء شادين بطننا، كوعنا بتكون تحت البار. Again، عندنا كمان أربعة. برافو. رح نضلنا دافشين ركبنا لبرا. رح نغير التيمبو، أربعة. أربعة لفوق. خلي الصدر دائما مرفوع. Again. رح ندفش الأرض، نستعمل عضلة إجرينا الكبيرة. تمام. Down hold. Stop. And up. Again. كمان مرة هول تحت فريز. بلشنا نحس بعضلات اجرينا. Again. كمان اخر مرة تحت نطلع فوق. اربعة تحت. And. اربعة تحت. And push لفوق. Again. اذا في حدا عم بيشتغل معنا ما عنده بار بيقدر يستعمل وزن جسمه. تنتين. And push. And. Again, one more. خلينا سامعين البيت. Hold. رح نعمل single 16. Go. طبعا التغيير بسرعة التكرارات هي اللي بتعمل تونينج أكثر لعضلات جسمنا. لهالسبب إحنا منبطئ ومنأسرع حسب البيت لحتى نعمل شيبينج. Yes. دقات قلبنا كمان. كمان ستة. صدرنا مرفوع. Again. رح نغير تيمبو. اثنين اب، تنتين تحت. اجين، شد بطننا منيح عشان نحمي ظهرنا من تحت. لور باك. 3 داون 1 اب. 3 2 1 ام بوش. 3 ركبنا دائما فوق السولز. 1 مور. 3 1 شيك داون 2. ممتاز، بلشنا اكثر نحس بعضلات رجلينا. هلا حاسين عندنا كمان راوند، ناخذ نفس. ست بوزيشن كمان من اول. جود. 2 اند 2 1 اجين. اذا في حدا عم بيشتغل معنا بلش يحس بدقات قلبه عم تطلع. اجين. 2 داون. نتفش ركبنا لبرا، نعمل سكويز على الهبس. سلو ستوب. سوبر سلو. سوبر اب. اجين. اربعة بوش. ون داون هولد. فريز اند اب. اجين. ناخذ نفس، ما ننسى. اجين. صدرنا مرفوع دائما، التكنيك بيساعدنا اكثر لناخذ نتائج. هول. جود. اخر مره هولد فري. اربعة بوتوم هاف. ستاي اند. اند بوش. ما بنريح عشان الانتنسيتي تكون عاليه. اجين. تنتين. تو داون. اند اب. طبعا الهبس دائما فوق الركبه. ما بننزل اكثر من هيك عشان نضلنا دائما بالسيف سايد. 1 فول سنجل جو. 8 ننزل لتحت بالهبس. ما بعد لنا مرفوع والمعدة مشدودة. نكمل. جود. دقات قلبنا كثير عالية، عم نحرق فات. كمان 8 اجين.
مع بعض. And good. Two more. Again. Change tempo. Do down. Two up. And bravo. كيف حاسين؟ تمام. عضلات الرجلين. Three down and up. Three, two, one. Push. أكبر عضلات بالجسم هي عضلات الإجرين. هي تأخذ منا طاقة كبيرة. Hold. Good. Perfect. Push bar. بهاي الطريقة. Flap. ونزلها تحت. Alright. Okay. Lunges. رح ناخد one plate. بهاي الطريقة. رح نفرج الجنب كيف. هون. ناخد نفس لتحت. Good. طبعا هذا التمرين لعضلات الاجرين الهامسترينج اللي ورا. وقت. Good. 10. 3 down 1 up. 3 2 1 and push. Slowly شوي شوي صدر مرفوع معدة مشدودة ننزل ستريت على الارض. ناخذ نفس. 3 ممتاز. 1 and hold. Freeze. مكاننا. Push. Again. كمان مرتين. ممتاز. One more. Hold. Super slow. شوي شوي. Up. كمان مرة. Four. نتفش ركبتنا لقدام لبرا عشان تشتغل معانا عضلات الهيبس. Squat. Three. Two. One. Good. Ambush. Three. Again. Two more. Slowly down. Press على البطن. Single. 16. نزيد سرعتنا. Perfect. ناخذ نفس. بلش الهارت ريت يعلى أكثر. Good. كمان. Again. Squeeze على الجلوت وإحنا طالعين. كمان تمارين. برافو. ستة. Again. ممتاز. Perfect. أربعة. ثلاثة. اثنين. Back to lunge. Change your legs. Down. تنتين. حاسين بإجريكم. خذ نفس. أكيد. هون. من ورا كمان. Three down. Three. Two. One. Ambush. Up. Again. Three. شوي شوي. عضلات إجرينا ما تفوش لبرا. Hold. Freeze. And push. Hold. Again. One. Hold. نطلع. One more. Perfect. Super slow. Down. نفس. Again. Four. كمان أربعة لفوق. Squat. Three down. One. Ambush. Three. Two more. Three. One more. رح نعمل single. جاهزين؟ single. Perfect. ناخد نفس. ننزل أكثر بالهيبس لورا. معدتنا مشدودة. Chest up. نزيد سرعتنا. نزيد الشدة والتحمل. نكمل كمان. 8 7 يلا مع بعض. يس ننزل أكثر. نفس. نفس. Two more. And رح نشيل البليت. Good job. Two down. ننزل. Again. One. Slowly. Three down. Three. Two. One. Push. Again. ما ننسى التكنيك وإنه إحنا عم نعمل صح. Three. Super. Slow. Push. Again. تحت.
ركبنا مدفوشين لبرا بوش وين تحت هولد فريز اند بوش اجين ننزل هول. نعمل هولد تحت هولد نقعد نرجع نطلع ندفش من علاطة رجلين جود كمل نفس لبرا اجين جود هولد اب One more. Two top half squat. And set. يعني تنتين تحت ضربتين نطلع فوق. Two. ضربتين تحت. واحدة فوق. خلينا تحت أكثر. كمان لتحت. Set. كأنه قاعدين على الكرسي. دفشين هبس لورا. Again. Four. Again. ركبنا لبرا جام هلا باور يعتمد على النفس عضلات الرجلين القوة كمان براو. ناخد نفس نطلع لفوق good job perfect ناخد نفس shaking legs stretch alright ناخد نفس نشد العضل لورا هلا رح نكمل مع التقوية لعضلات البطن رح ناخذ المات ونبلش هون بهاي الطريقة رح ننام على ظهرنا اوكي رح نطلع سوبر سلو كرانش بهاي الطريقة اب اب هولد شوي شوي لتحت ننزل سايد كرانش نطلع لفوق Good. طبعا هون احنا من اول عضلات الاوبليكس عضلات الخصر ممتاز نظرنا ستريت قدامنا معدتنا مشدودة نحرك عضلات الخصر الجانبية ناخد نفس كمان ثلاثة Alright, good job هون هلا رح نعمل بلانك بهاي الطريقة هون سايد في عنا تو اوبشنز يا اللي الاوبشن اللي عملته لينا على على رجلها على الركبة او رجلتين فوق تويست ننزل لتحت شوي شوي لفوق وننزل كمان مرة حاول نعمل تويست قد ما بنقدر بالخصر لجوا ونطلع اب سلولي ممتاز اهم اشي يكون دفشي من الهبس لفرا ولفوق طبعا اكيد معدتنا لجوا نعمل كمان اجين تنتين واخر واحدة هلا رح نعمل ستريتشنج alright hold فوق alright مثل ما نحنا اخر اشي رح نعمل سايد بعدين ستريتش سلولي كتير منيح معدتنا لجوا نطلع على السايد وناخد نفس طبعا كل ما رفعنا الشولدر عن الارض بتشتغل الابليكس اكثر طبعا اكيد صح ريمون سينجلز اب سلولي داون نطلع آخر ثلاثة نفس ما بيوقف اثنين وآخر واحدة رح نعمل بلانك بهاي الطريقة good hold نرفع رجلنا اليمين ونضلنا عاملين hold slowly down رجلنا شمال نقدر نرفع ونعمل هولد عندنا هذا الاوبشن ننزل شوي شوي هلا نبدل يمين وشمال جود 4 3 2 last one ننزل على ركبنا stretching lower back stretch نطلع شوي شوي لفوق ناخذ رجلنا اليمين لقدام وسلايد لقدام شد المعده
عضلات الرجلين، ناخذ نفس. Good. نبدل. Good. نطلع شوي شوي لفوق. نعمل آخر إشي stretching لورا. وبهيك بنكون خلصنا تمريننا لليوم، علمناكم كيف نعمل تحمل من خلال الأوزان وتونينج لعضلات جسمنا. بشكر كوتش لينا، شكرا لإلك. بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة ونشاط جديد.